يقول سائل: والدتي حجت زوم ومجموعة من النساء، وكان محرمها أخي، ولكنها لم تذهب معه وإنما استقبلها في المملكة أخي، فما حكم الحج؟ أفتونا مأجورين. نعم. تقول: يقول السائل: والدتي من اليمن حجت هي ومجموعة من النساء، وكان محرمها أخي، ولكنها لم تذهب معه وإنما استقبلها في المملكة، فما الحكم في الحج؟ أفتونا مأجورين. المحرم يستمر مع المرأة في الحج، يستمر معها محرمها من خروجها من بلدها إلى أن ترجع إليه، أنها بحاجة إليه. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. فلا يتركها محرمها، ولا يكفي كونها مع جماعة نساء، فلا يكفي عن المحرم، ولا يكفي أن محرمها يستقبلها في المطار، هذا كله ما يكفي عن المحرم. فلا بد أن يكون المحرم معها من إنشاء السفر إلى إنهاء السفر. نعم.